اهلا بكم مره ثانيه وكابتن فتحي نصير. لسه الحديث مستمر والتركيز بقى في يعني الفتره اللي فاضله دلوقتي من الحلقه على كايزر تشيفز وهذه المباراه المهمه جدا. وزي ما كنت بطرح على حضرتك يعني النقطتين دول قبل الفاصل، احنا بنتكلم في مدير فني عندنا هو على درايه ولعب اكتر من مره مع كايزر تشيفز، وهذا الفريق اللي لسه برضو يعني مش فاهمينه، هو اول مره يتاهل يعني لهذه البطوله ولعبه مش اللعب الخطير جدا، ولكن هو لعبه غير متوقع، لعب مع فرق كتيره قويه ويمكن اقوى منه وقدموا مباراه احسن على الارض، ولكن هو اللي فاز. خلينا نعرف من حضرتك. هو اللي فاز برضه لان هي دي كره القدم. كره القدم يعني ايه؟ يعني اولا فرقه ما نقولش مغموره، لكن نقول حتى ترتيبها دلوقتي الثامن في جنوب افريقيا ترتيبها لا يرقى انها فرقه تنافس، لكن اخطر الفرق برضو زي ما بنقول اخطر اوقات المباراه. نقول مين هي اخطر فرق؟ اخطر الفرق الغير مصنفه، الفرق اللي هي غير متعوده انها توصل لنهائيات وتلعب البطوله، مع فرقه بتلعب البطوله. الفرقه القويه اللي قدامك لها ملامح ولها ظواهر، فاي مدرب بيقدر يحط برامجه، بيقدر خطته بتاعته، يقدر يختار لاعبته بناء على المقاومات بتاع اي فرقه قدامي. لكن الفرقه اللي قدامي دي اللي هي غير يعني ملهاش هويه قويه، او ما تقدرش تقول هي بتلعب باني اسلوب لعب، بتلعب باني طريقه لعب، امكانيات لاعبتها ايه، هل فيها استمراريه في الحاجات دي كلها، هل خط هجومها شكله ايه، خط دفاعها شكله ايه. كل الفرق اللي زي دي بتبقى فرق خطيره. انا من وجهه نظري يعني المتواضعه بقول انها من اخطر النهائيات اللي هتقابل النادي الاهلي، لان فرقه انت مش عارف حاجه،